القطاع الصحي في العراق عانى معاناة خلال الأربع عقود الماضية. كانت هناك حروب، عدة حروب مرت بالعراق، حالات عدم استقرار، صار هناك تدهور كبير جدا في القطاع الصحي، نوعية الخدمات الصحية اللي تقدم للمواطنين كانت في تردي مستمر للأسف الشديد. الآن هناك خطة، هناك مستشفيات جديدة كانت واقفة عن العمل، احنا عندنا المستشفيات التركية في عدد كبير من محافظات العراق، العمل كان متوقف بها نهائيا لمدة 4 سنوات. في نهاية العام الحالي راح نقدر نضيف ما لا يقل عن 2000 سرير جديد مجهز بكل الأجهزة في مستشفيات في عدة محافظات. عندنا 5 مستشفيات ما مفتوحة لحد الآن راح تفتتح، وعندنا مستشفى أيضا راح يستكمل في باب الفسدة. المواطن العراقي يجب أن يحصل على كل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بدون أن تكون هناك أي أعباء مالية وبجودة جيدة يعني عالية. هذا هو الهدف، هدفنا هو التغطية الصحية الشاملة. احنا أخذنا قرار يستند إلى مناقشة في هيئة الرأي في وزارة الصحة أنه تخفيض كل الأعباء المالية. رسالتنا نشتغل سوية، رسالتنا نوفر للمواطن العراقي أفضل خدمات، رسالتنا أن تكون العلاقة بين المواطن العراقي والكادر الصحي والطبي على أعلى المستويات. رسالتي للمواطنين، عندنا رؤية واضحة حول النظام الصحي، راجعنا كل شيء الآن، مدركين لخطورة مسؤوليتنا إحنا في تقديم الخدمات الصحية، في إصلاح النظام الصحي.